الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا النهاردة فيديو جديد من قناتكم مرمون فاشون. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، عيد أضحى مبارك عليكم جميعا وعلى الأمة الإسلامية. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض حاجة بمناسبة العيد، وهو كوستر للأطباق على شكل خروف، وهنعمل برضو صغير لتوزيعات العيد او زينة نحطها برضو لاستقبال العيد الكبير، زي الفوانيس كده ما بنحطها في شريط كبير كده جنب بعض. ان شاء الله يعجبكم الفيديو النهاردة. هنستخدم ان شاء الله النهاردة مع بعض خيط صوف كلاسيك ابيض اوف وايت وبيج. وقبل ما ندخل على الفيديو بقى، ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب وتعملوا لي شير حلو كده بمناسبة العيد. وميرسي ليكوا قوي قوي قوي، والكل اللي بيدخل عندي وكل المشتركين الجدد، نورتوني وشرفتوني. كل سنة وانتم طيبين جميعا، واصدقائي اللي معايا من اول القناة متحرمش منكم ابدا ابدا. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض المفرش اللذيذ ده، يا رب يعجبكم. انا قلت حاجة كده بمناسبة العيد. هنستخدم مع بعض النهاردة خيط كلاسيك اليس ديفا الاوف وايت، وهنستخدم خيط لندن اللي هو اللي لونه كاكاو ده، تمام. ايه توزيعات العيد هي او العيديات، ممكن نستخدم برضو الخروف الصغير فيها، اهي شكلها لذيذ قوي والاطفال بيفرحوا بيها. يعني ليه استخدامات كتير قوي الصغنن ده، ممكن تستخدميه برضو كوستر للمجات، ممكن نستخدم منه كمية كبيرة نعملها زينة في البيت لاستقبال العيد زي رمضان كده. وده الطبق اهو على الكوستر بتاعنا، شكله لذيذ وحلو. فيعني هو استخداماته متعددة، يا رب ان شاء الله يعجبكم ويكون سهل عليكم ونقدر ننفذه ان شاء الله مع بعض. الخيط بتاعنا اهو، والابرة بتاعتنا عندنا ابرتين، ابرة رقم 4 للخيط الكلاسيك الزديفة، وابرة رقم 3 لخيط لندن ده استوكات انا بجيبه. وانا قلت لكم قبل كده على خيط الاستوكات ده بيبقى بسعر اقل شوية، تمام. ومعايا ابرة التنظيف، ومعايا المارك بتاعي، ومعايا عين جاهزة هحطها للكوستر الكبير. والصغير استخدمت له خرستين كده، اني كان عندي عيون صغيرة وخلصت، تمام. يلا نبدأ بقى بسم الله مع بعض. هنعمل مع بعض الدايرة السحرية بتاعتنا، بنلف الخيط على صوابعنا زي ما انا عودتكم على طول اهو، وندخل نجيبه كده من تحت من حرف الاكس ونعمل تثبيت، ونبدأ نطلع بيه 3 سلسلة. هو مثابة العمود الاول، انا عايزة هنا في الدايرة السحرية عايزة 14 عمود، 14 عمود بلفة، تمام. اهو بلف الخيط على الابرة، بنزل اطلع بالخيط، اطلع من 2، اطلع من 2. دي طبعا غرز الاساسية بتاعت الكروشيه بتاعنا اللي احنا بنستخدمه على طول في مشغولاتنا، وبنعمل منه الغرز بتاعتنا كلها. هتلاقي اي غرزة متكونة من عمود بلفة او حشو او منزلقة او عمود بلفتين او نص عمود، هي دي الغرز الاساسية اللي بنكون بيها غرز الكروشيه، زي غرزة الصدفة، زي غرزة المروحة، الفيونكة، كل ده متكون من الغرز الاساسية للكروشيه، تمام. خلصت كده الـ14 ودخلت في السلسلة الثالثة منزلقة، هرتفع تاني بـ3 سلسلة، تمام. وهدخل في نفس العين عمود بلفة، انا هنا مش هتزايد، انا هنا هعمل مجموعات. هعمل ايه؟
أعمل مجموعات مش هتزايد على الدائرة، عشان تكونوا فاكرين ان انا هتزايد وهدخل في كل عين اتنين، لا انا هعمل اتنين عمود، سلسلة اتنين عمود، يعني كل عين كل سلسلة هخش فيها اتنين عمود بلفة، وبين كل اتنين سلسلة. اهو خلصت، اهو عمود بلفة، عمود كمان في نفس العين سلسلة، وادخل تاني في العين اللي جنبيها اتنين عمود بلفة. يبقى انا كده هكون معايا 14 مجموعة، تمام؟ انا عاملة 14 عمود، يعني 14 سلسلة هدخل عليهم 14 مجموعة في اتنين، يعني المجموعة فيها عمودين، تمام كده؟ هيبانوا بقى مجموعات ليه، عشان كل مجموعة بينها سلسلة، كل عمودين منهم سلسلة، تمام؟ اهو خلصت كده انا ال 14 مجموعة وخدت السلسلة بتاعتي المسافة، وهدخل برضو هنا في الغرزة السلسلة التالتة وهعمل منزلقة. بعد كده هدخل تاني في العمود التاني وهعمل منزلقة عشان اوصل للتجويف او الفراغ ده، هعمل كده تلاتة منزلقة عشان اوصل للفراغ. وصلت بقى للفراغ هبدأ منه تاني مجموعات، كده اتنين كده تلاتة، هعمل بقى تلاتة عمود بلفة سلسلة وادخل في الفراغ. خلاص كده كونت الفراغات بتاعتي، هدخل فيها على طول بقى، كل مجموع فراغ هدخل فيه تلاتة عمود بلفة سلسلة، تلاتة عمود بلفة سلسلة، واحد اتنين. ثلاثة سلسلة، هعمل بقى سلسلة وادخل في الفراغ اللي بعديه، تمام كده؟ يبقى أنا هنا عملت تزايد من مجموعتين لثلاثة عشان الدايرة بتاعتي تكبر، بتاعت المفرش على قد ما أنا عاوزة القطر بتاعها، تمام كده؟ خلصت كده الراوند التالت، وهدخل برضو هنا في السلسلة التالتة منزلقة، وادخل تاني منزلقة، وادخل تالت منزلقة في التجويف، واطلع بتلاتة سلسلة ثابت العمود الاول، اتنين تلاتة، تمام؟ هندخل في التجويف سلسلتين بقى، هعمل اتنين سلسلة بين كل تلاتة وتلاتة، يبقى انا كده زودت في السلاسل هنا ما زودتش في العمود، تمام كده؟ هعمل التلات عواميد زي ما هما، ولكن هعمل تلاتة اتنين سلسلة، تلاتة عمود في التجويف واتنين سلسلة مسافة، عشان ادي براح للدايرة بتاعتي ما تتقوش مني وتفضل مستديرة ومظبوطة زي ما انتوا شايفينها كده، لان دي مش طاقية، ده مفرش، فالتزايد بتاعه بيختلف من غرزة لغرزة، دي غرزة الجيراني، تمام؟ فالتزايد فيها بيبقى في السلسلة وفي العمود، تمام؟ يبقى هنا تلاتة عمود بلفة في التجويف، والمسافة بقت اتنين سلسلة مش سلسلة واحدة. هو هنستمر بقى على الاتنين سلسلة، مش هنزود عليهم، تمام؟ بس هنزود بعد كده في العمود، طبعا عمود بلفة خلاص كلنا بقى عارفينه. خلاص كده، خلاص عملنا اهو، بدأنا في الراوند الرابع بتلاتة عمود اتنين سلسلة، تمام كده، واحد اتنين تلاتة اربعة. في الراوند الخامس كده انا خلصت الخامس على تلاتة، وعملت بقى السادس على اربعة عمود وسلسلتين، يعني خلصت كده الراوند الخامس تلاتة عمود وسلسلتين، الراوند السادس بقى كان اربعة عمود وسلسلتين. اخر سطر بقى في المفرش بتاعنا، وهو الديكوريشن بتاعه اللي انا بعمله له، اتنين سلسلة معاها عمود بلفة، وفي السلسلة اللي جنبها عمود تاني بس غير مكتمل اللفة، وكمان واحد، ايوة، وبعد كده هطلع منهم كلهم واخد تلاتة سلسلة
وانزل في نفس العين اعمل منزلقة. تمام، هنشرحها تاني. هندخل في العين اللي جنبيها اتنين سلسلة، ادخل تاني في نفس العين عمود بلفة غير مكتمل، بطلع مرة واحدة بس. السلسلة اللي جنبيها بقى هاخد تاني عمود بلفة غير مكتمل، يبقى انا بشتغل على سلسلتين من تحت، مش بشتغل كله في عين واحدة. هخرج منهم كلهم اعمل تلاتة وادخل في نفس العين منزلقة، زي ما يكون كده بقفل على الغرزة بالتلات سلاسل دول. تمام، علشان هيديني حرف كده ايه، فستونات مكشكش كده في اخر المفرش، زي ما يكون شعر الخروف يعني. تمام، دي غرزة الكلاستر لو انتوا فاكرين، انا اشتغلتها معاكم قبل كده، غرزة الكلاستر بالعواميد الغير مكتملة. تمام، اهي نطلع سلسلتين، ندخل في نفس العين عمود غير مكتمل، نلف ننزل تاني في السلسلة اللي جنبيها عمود غير مكتمل، معايا تلاتة على الإبرة هطلع منهم مرة واحدة، واعمل تلات سلاسل وانزل بيهم تاني في نفس الايه السلسلة اللي فيها الاخر عمود، وانقل على السلسلة اللي جنبها. يعني انا بشتغل الغرزة دي على اتنين سلسلة. تمام يا بنات، اتنين سلسلة، الاولانية بعمل عليها اتنين سلسلة وعمود في نفس العين، وبعد كده العمود ده غير مكتمل، بعد كده بنقل على السلسلة اللي جنبيها ادخل فيها برضو عمود غير مكتمل، واطلع واروح طالعه منهم كلهم التلاتة، التلات لفات، وبعدين انزل بتلات سلاسل واقفل على الغرزة. يا رب يكون الشرح واضح. اهو واطلع منهم كلهم تلاتة سلسلة وانزل في نفس العين، هنقل على السلسلة اللي بعديها اتنين سلسلة في نفس العين عمود غير مكتمل، انقل على السلسلة اللي بعديها عمود غير مكتمل، اطلع منهم كلهم واخد تلاتة سلسلة وانزل في نفس الايه السلسلة اقفل على الغرزة بتاعتي. انا خلصتها اهو، قلت اسيب برضو غرزتين كده اعملهم معاكو تاني عشان الشرح يوصل او الغرزة توصل. هندخل اهو في السلسلة، نبص معايا تاني، سلسلة هناخد اتنين سلسلة وننزل تاني لفة وننزل عمود بلفة غير مكتمل، نلف ننزل في السلسلة اللي جنبيها عمود غير مكتمل، بعد كده بطلع منهم كلهم واعمل تلاتة سلسلة وانزل في نفس العين. هي دي الغرزة بتاعتي، وجت بالظبط علشان المجموعات بتاعتي مظبوطة. الغرزة بتاعتي اهي، لا فضل سلسلة ولا زاد سلسلة ولا نقص سلسلة، الغرزة اتعملت بالظبط اهو، سلسلتين نفس العمود غير مكتمل، سلسلة اللي جنبيها عمود غير مكتمل، ونطلع منهم مرة واحدة وناخد تلاتة سلسلة وننزل نقفل على الغرزة بمنزلقة. اهي فاضل سلسلتين بالظبط. طالما عديتي وظبطتي الغرز بتاعتك يبقى الشغل بتاعك مظبوط. هندخل في السلسلة التانية وهنطلع عمود غير مكتمل، اخد التلات سلاسل وانزل اقفل على الغرزة بمنزلقة، وكده خلص الدور بتاعي بغرزة التثبيت. تمام كده اهو المفرش اهو طالع مظبوط، مفيش فيه اي تقوسات، مسطح ومظبوط وشكله حلو قوي. دي اسمها غرزة الجيراني، دي طبعا من الغرز الاساسية في الكروشيه، من اوائل غرز الكروشيه، بتعمل بيها كل المشروعات الجميلة بالالوان. تمام اهو هننضف بقى الخيط بتاعنا بقيرة التنظيف، تلتميه كده وتخشي تحت الخيط عشان شغلك يبقى ثابت. تمام وما يفكش منك، دي اسمها ابرة التنظيف، يعني ما ينفعش اسيب الخيط طالع كده من الشغل بتاعي، او اي قطعة انتي شغلاها تلاقي فيها خيط مشرشب كده، لا ما ينفعش، الفينش هنا كده بيبقى مش مظبوط، لازم الفينش بتاعك يبقى نظيف والقطعة بتاعتك تبقى نظيفة وحلوة، ده دليل على اتقان الشغل بتاعك. تمام،
كده خلصت المرحلة الأولانية للمفرش أو للكوستر. المرحلة التانية بقى الوش بتاع الخروف، أنا عملته طبعا على طريقة دايرة، عملت دايرة سحرية حطيت فيها 12 عمود بلفة وطلعت تزايد 24، وطلعت الدور الثالث بقيت أزود في الغرزة التانية، الدور الرابع بزود في التالتة، الدور الخامس بزود في الرابعة اللي هو تزايد عمودين في عين واحدة. دلوقتي بقى خلصت وعند اخر غرزة هو بدأت اعمل السلسلة عشان اعمل ودن الخروف، هعمل 18 سلسلة وابدأ ادخل واشتغل عواميد بلفة علشان اعمل ودن الخروف. طبعا في مقطع بعد ده اتحذف مني غصب عني، ان انا وانا بوريكو ايه الودنين الاتنين وانا بعمله، فمعلش انا عملت واحدة اهي معاكو هتتعمل، وبعد ما اوصل لحد القرص هنزل منزلقة وعد 12 سلسلة وابدأ اعمل 18 سلسلة تاني عشان اعمل الودن التاني. اهو دي الاولانية اللي كنت بعملها معاكو، وبعد كده بسيب 12 سلسلة بخش فيهم منزلقة 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 لحد ما اوصل لل 12، اطلع بيها ب 15 سلسلة او 17 وانزل عليهم عمود بلفة تاني. تمام كده بتتكون معايا الودن بتاعت الخروف. دلوقتي بقى هعمل معاكو الرجل. تمام بنعمل دايرة مغلقة برضو سحرية بنزل فيها بستة غرزة حشو، بخلصهم وشد الخيط واقفل، بس مش بقفل الدايرة، انا ببقى عايزاها مفتوحة نص فاتحة كده، واطلع بقى ب 18 سلسلة علشان انزل عليهم بغرزة النص عمود. كده 18 سلسلة بتوعي، هعد 3 والف الخيط وادخل، هطلع من الثلاثة مرة واحدة، هلف الخيط وانزل هطلع من الثلاثة مرة واحدة. النص عمود بنطلع من الثلاث لفات مرة واحدة غير العمود بلفة اللي بنطلع منه مرتين. تمام بلف الخيط اهو وانزل واطلع، اطلع من الثلاثة مرة واحدة، دي غرزة النص عمود اللي على طول بعد غرزة الحشو، بتبقى برضو متماسكة وحلوة في الأشغال في الشنط. تمام اهي انا عايزة الدايرة نص دايرة كده، مش عايزاها مقفولة كاملة. خلاص خلصت وهقفل بمنزلقة وانضف برضو الخيط بتاعي وابدأ ان انا الزق الرجل بتاعت الخروف اهي. الصغيرة زي الكبير بالظبط، بس الصغير انا عاملة القرص بتاع الوش بالعمود بلفة البيج والابيض، لكن هنا انا عاملة الابيض بالجيراني والوش بغرزة العمود بلفة، وهسيب لكم التزايدات بتاعت الدايرة والعدد بتاعها في الديسكريبشن بوكس عشان ما حبيتش اطول عليكم الفيديو. وهي دي توزيعات العيد، كل سنة وانتم طيبين واولادكم بخير وعيد سعيد عليكم جميعا ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.